حفظها، وفيها علماء منهم عالم الزرع ومنهم عالم الطب ومنهم عالم الزراعة. وهذه القرية هي أول قرية في السودان أو أول منطقة في السودان تبتكر السرولة وتأخذ فيها كمجتمع الدكتوراه البحرية من جامعة الأمان في 2008. فهذه القرية قرية مستنيرة، مستنيرة بكل ما تحمل هذه الكلمة. ونحن سعيدين جدا ومرحب بكم مرة أخرى. وعلاقتنا بالطب الباطني علاقة كبيرة جدا، يعني بدأت من زمن البروفيسور النور عبد المجيد عليه رحمة الله، لأنه كان الطبيب الخاص بوالدته والدكتورة صوم الدكتور، وامتدت لغاية أخونا الدكتور عثمان الصالي وأخونا عبد المجيد عثمان والمجموعة الكبيرة الموجودة في الجبال. نحن نشكر كل أخواننا والأطباء والدكاترة والصيادلة الموجودين في الجبارك، لأنهم يعني يكون لنا احترام وتقدير شديد جدا. فوق لذا كله نحن كقرية بنقود مبادرة بتاعة التعليم والتدريب للجامعة عبر الإنترنت، وأول مطلقين لمبادرة التعليم عبر الإنترنت في منظمة القضارف الرقمية. وهذه المنظمة الحمد لله أخذت 9 جوائز دولية من برا السودان. فنحن سعيدين جدا بوجودكم، وسعيدين جدا يعني بأن احنا سعيدين أن تشرفنا بحضوركم. نحن بننتهز هذه الفرصة ودارين نوجه رسالة يعني طيبة جدا لأخونا الدكتور ياسين عبد الحي، وهو حتى موجود معاكم يمكن ما يعرفوه. ياسين معلش كيف ده الآن بيمثل بيمثل الطبيب الخاص لهذه الأسرة في الخرطوم، ومنقسم رسالة كبيرة جدا للدكتور العظيم إن شاء الله ربنا يرضي عنه دكتور ياسين حنفي، لأنه هؤلاء الناس يعني قبلوا بلاء شديد جدا معنا. رسالة خاصة من وجهها للبروفيسور حسن أبو عشا، لأنه تربطنا به صلة رحم وقرابة، ويمكن أكون آدم القاعد جنبه ده دفعته في المسألة الأولية. فالناس دي كلها كانت يعني كانوا عايشين معانا هنا في الشوق، و يعني سعيدين والله. وبشكر الاخ الصادق الوكيل في تشريفه لهذه الدعوه، وبحمل الرساله بحمل الرساله للاخ الوالي ولكل الاخوان في حكومه الجبارك ان ربنا سبحانه وتعالى يجزيكم كل خير. بارك الله فيك اخي احمد، ربنا يجزيك الف خير. والان الكلمه مع بروف مكين، وبالامس الغريب استمعت له كلمه ليه، ولكن حذارين الناس مشيئه يسمعوا صوت البروف من داخل مشيئه. اهلا ومرحبا بك يا بروف. الحمد لله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. شكرا جزيلا الحمد لله على هذه الفرصه التي اتيحت لي انا شخصيا هذا اليوم اكثر من مره. اتمنى ان يضاف اسمي الى ياسين وحسن معاش ان شاء الله نائمه المرتبطين بأم شجر. كنا نسمع بأم شجر مشجرة بكرم أهلها، ولكن ليس من رأى كمن سمع. اليوم رأينا بأنفسنا اثنين من معالم السودان البارزة التي كنا نتمنى أن نراها. رأينا معلما من معالم التنمية في خزان ستيت وعبر وطربنا والله ورقصنا، والآن نرى معلما من معالم الكرم الفياض العربي الأصيل. كويت السودان جزاكم الله ألف خير. أنا الآن عرفت يعني طرفة يمكن زملائي ما يعرفوا الغرض منها، لكن هحكيها. أنا عندي مرضى كثير من القضارف، في مرة كبيرة معجبة شديد معجبة لا معجبة في ما غشوا بعيد أيوه مرة كبيرة، وبيجي معاه ولدها وعارف ان اسمي احمد محمد مكين، قالت لي ايش اسمك والدكين. انا لو رجعت ثاني بقول لا انا ما اسم ابوي من اسمه الدكين، لكن امي من اسمه عيسى. بين الاسرتين الكبار هنا. الله يعزك. جزاكم الله الف خير، شكرا لكم. احنا مستمتعين اليوم شديد، ويعني زادت معرفتنا بالسودان وجغرافيه السودان واهل السودان، وعدت صوغتنا في الكرم العربي الاصيل. شكرا كثير. ربنا يجزيك الخير. الآن
الرجال والظروف ابو عائشه وهو ابن المنطقه وابن الشوب وابن المشيره. اهلا ومرحبا بك يا ابو روف حباب العشره. شكرا جزيلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بين اهلي وعشيرتي، ولذلك انا سعيد جدا بهذا اللقاء، ومثل هذا الملتقى ليس غريبا علي. يعني مشيرة هي اصل الكرم ومعروفه ومشهود لها في كل المنطقه. الناس لما يذكروا القضارف يذكروا مشيرة، يعني لا يمكن ان تمر ذكرى القضارف من غير ما ترى الصومعه وتسمع في مشيرة. هذه مهمه جدا من معالم القضارف المهمه في مشيرة. وانا وسط اهلي لانه آدم زكين عبد الله. أيوه. هذا هو الفرع الثاني من الأسرة هنا، زكين وأسرته. أنا ترعرعت وسطهم وزاروني وزرته، ونحن في الشوق. الشوق دي نحن بالنسبة لنا مهمة جدا، ودرسنا في المدرسة هناك يعني فترة ده في القرن الماضي. ولذلك أنا سعيد جدا، واخي احمد الدكتور احمد يعني احمد محمود عيسى الطرف الثاني من هذه الاسره العريقه. انا بيننا علاقه قديمه وصداقه قديمه ونلتقي كثيرا، وانا لما كنت في السعوديه دائما كان يؤنسنا ويزورنا في بيتنا ونزوره، ولذلك انا علاقتي بهذه الاسره علاقه حميمه وقويه، وانا سعيد ايما سعاده ان اكون بينكم. وكما قلت هذا الكرم الخيار هو شيء عادي هنا، وهذا المنزل الزائف المزيع ده شيء يعني طبيعي هنا، وكل زائر يجي للقضارف لابد ان ياتي هنا ويكرم حتى يكون ياخذ معه ذكريات من القضارف. فشكرا جزيلا اهل زكير، شكرا جزيلا اهل عيسى، بارك الله فيكم ووسع الله عليكم. وكما سمعتهم اهل القران وهم المبادرات والانترنت وغيرها من الاشياء الحديثه، هم يعني دائما سباقون فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزا الله خيرا بروف ابو عائشة، وبارك الله فيك وربنا يعزك في الدارين ان شاء الله. الان في الختام لابد من كلمه الاخ نائب الوالي اخونا الشاب في خطه حين لا تخطر، دكتور الصادق قسم الله الوكيل. اهلا ومرحبا بك اخونا دكتور الصادق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. قبل ما يتكلم دكتور الصادق، انا برضو عايز يا جماعه كل الناس تصفق وتشيد بجهود الكبيره بتاعت الدكتور الديني صلاح، لانه هذا رجل علم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ابراهيم بقى لكم الدكتور الصادق ده شاب، لكن الليله بيتي جات من العمر وعندها ولد وبيت. عشان حكايته الظاهره بعد افتكر ال وابراهيم عنده بنته عندها ثلاثة، شو الشاب يمنو. كان وصي رسالة واحدة في الأمسية الجميلة دي اليوم، يعني اخواننا دي شافوا السد بتاع سيتين. نقول بعد كده كنت ماسك وظيفة وكيل الجامعة بتاعت مأمون حميدة، لما السد مروي لسه ما تكمل. بعدين نستغنى مع اخونا أسامة عبد الله، رسلنا ثلاثة طيارات من الخرطوم باستشاريين اختصاصيين مشوا شافوا سد مروي، كله الناس جامعة الخرطوم وأساتذتنا الكبار دي كلهم. بعد الزيارة لسد مروي انتهت، حطيناهم في قاعة اديناهم ورق وأقلام، كتبوا يعني كتبوا كلام دور حقيقة، وكان الناس بعيدين جدا جدا عن الحاجة اللي بتحصل. الآن الناس مشوا وشافوا هنا سد سيتين. أنا كنت أحسن بقول لك بروف أبو عشا، أنا كنت وزير في السودان سنة 96 98 للصحة، وعندنا ثلاثة محطات بتاعت كهرباء حرارية. كان نحن في السودان لما يكون عندنا التوليد حقنا يصل لخمسة ميجاوات بيكون مبسوطين جدا، السودان مبسوطة والحكومة مبسوطة لخمسة ميجاوات. الآن أنتوا السد اللي شفتوه ده فيه أربع توربينات. التوربين فتحها السيد رئيس الجمهورية يمكن الشهر اللي فات بيتولد 80 ميجا وات، واحدة 80 ميجا وات. شوف الحكاية اللي حصلت. وروح ماكين قال لنا، طبعا ماكين من ناس مدني يعني، مدني فيها عيلة طبعا، ناس كتار في مدني موجودين بهنا وشو الأمر هنا.
الصادق 200 يجيبوك لنا هنا. انت ضحكت قلت لها جيبوا لك هنا شنو؟ انا خلاص ثاني القضارب دي فارقتها لانه حاجه انا شغلها في بريطانيا دي ما بتجي قريب من القضارب ذاته. وانا كلامي كنت فعلا مستبعد انه يجي يوم يكون في فيزيولوجي بيدرسوه هنا في مدينه القضارب. الان عندنا جامعه القضارب واي ولايه عندها جامعه واي ولايه فيها كليات طب وما في اي بيت في السودان ما في مهندس ولد ولديت ولا دكتور ولد ولديت ولا خريجين جامعات بيكفوك سنة 91 كان الخريجين كلهم 5000 الآن الخريجين 350,000 في السنة منهم 6000 طبيب كل سنة دورت.